قوات المعارضة تعاني من مشكلات لوجستية وعسكرية، وبالتوجه إلى وسط سوريا شن الطيران الحربي غارات جوية عدة على الأحياء المحاصرة في حمص القديمة. وتأتي هذه الغارات عقب قدوم تعزيزات لقوات موالية لدمشق بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وفي حلب شمالي سوريا تتواصل المعارك في محيط مبنى المخابرات الجوية في حي الزهراء، والذي تقدم نحوه مقاتل المعارضة في اليومين الماضيين وسيطروا على مبان قريبة منه، في حين يواصل الطيران المروحي قصف مناطق عدة تقع تحت سيطرة قوات المعارضة في حلب. بانوراما المستمرة مع حضراتكم نتابع فيها المزيد بعد الفاصل. الرئيس الأوكراني يتحدث عن استفتاء حول نظام البلاد، ومتظاهرون موالون للروس يسيطرون على مراكز للشرطة شرق البلاد. السيسي يتقدم بأوراق ترشحه إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وزارة الخارجية توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات الرئاسية. محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تدرج أن تنظيم أنصار بيت المقدس كمنظمة إرهابية. متواصلون مع حضراتكم مشاهدينا، ولكن في مجموعة من الأنباء الاقتصادية. المزيد عن هذه الساحة بصحبة زميلة شروات حمدي، تفضلي. شكرا ريهام وفوزي، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. ومجموعة من الأخبار الاقتصادية أبرز ما فيها: بنك بلوتون فاينانشال يعلن عن تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بأكثر من 51% منذ عزل مرسي. أهلا بكم من جديد. أعلن بنك الاستثمار بلوتون فاينانشال، أحد أكبر بنوك الاستثمار في المنطقة، تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بنسبة 51.9% منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو 2013. ذكر البنك أن هذا التحسن الكبير في ثقة المستثمرين في الاقتصاد يعود إلى عدة عوامل، منها التفاؤل بالتطورات السياسية التي تشهدها البلاد وإقرار القانون الخاص بمنع أي طرف ثالث من الطعن على العقود التي تبرمها الحكومة مع المستثمرين، بالإضافة إلى حل أزمة الطاقة بالنسبة لمصانع الأسمنت بعد السماح لها باستخدام الفحم. كما أشار البنك إلى استقرار معدلات التضخم عند 9.8% وارتفاع صافي الاحتياط النقدي من الدولار بقيمة 107 مليون دولار ليصل إلى 17.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي. صرح وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي الذي يختتم زيارته لواشنطن بأن التوقيع على اتفاقية القرض مع البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار يعكس أهمية مصر والثقة في قدرة اقتصادها على التعافي. وأشار العربي إلى أن القرض سيستفيد منه 130 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر.
عملنا الحقيقة عدد كبير جدا من الاجتماعات المهمة. وقعنا الحمد لله اتفاقية قرض في غاية الأهمية مع البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار لإيجاد تمويل جديد ومبتكر للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالذات في المناطق الفقيرة، وتخدم المشروعات للمرأة والمرأة المعيلة تحديدا. كانت الرسالة المهمة جدا من خلال توقيعنا، أولا ده أول قرض يتم توقيعه مع البنك الدولي بعد 30 يونيو، كانت رسالة إيجابية جدا. أول قرض في تاريخ البنك الدولي يحظى بإجماع كل المديرين التنفيذيين للبنك في مجلس الإدارة، فكانت رسالة قوية جدا أن البنك الدولي داعم وبشدة لمصر خلال هذه المرحلة، وأن هم بيثقوا في قدرة الاقتصاد المصري وفي السياسات الاقتصادية اللي بتتبعها الحكومة حاليا لاستعادة من ناحية أخرى، أكد وزير التخطيط على أن نظام دعم الطاقة في مصر غير قابل للاستمرار، مشددا على البدء في إصلاحها قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. احنا عايزين نقوله ان مشاكل مصر الاقتصاديه معروفه للجميع من سنوات طويله، مش النهارده بس، احنا كلنا عارفين مشاكل مصر، عارفين ان وضع دعم الطاقه بالوضع اللي هو موجود عليه ده غير قابل للاستمرار، باكد غير قابل للاستمرار، ما عندناش مزيد من الوقت ان احنا نطبقه، وبالتالي احنا الحكومه المصريه المصريين المجتمع المصري كله لازم يبقى حريص اشد الحرص على اصلاح هذه المنظومه والبدء في اصلاحها فورا دون انتظار لانتخابات رئاسيه او انتخابات برلمانيه او كده. مؤكد في خطه واحنا ان شاء الله جادين جدا في تنفيذها. للمزيد من المتابعة حول تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى، هل تتفق مع تقييم بنك الاستثمار بلوتون فاينانشال في تحسن ثقة المستثمرين في اقتصاد مصر بنحو 52% منذ عزل مرسي؟ بكل تأكيد ثقة المستثمرين يعني تغيرت منذ ثورة 30 يونيو حتى وقتنا الحالي في كثير من الأنشطة والقطاعات والصناعات، تغير نظرتها وتغير وجهة تعاملاتها في السوق المصري. نشهد خلال الفترة الماضية على تحسنات كثيرة داخل الاقتصاد المصري، أقربها على الساحة ارتفاع الاحتياطي النقدي بعد ثبات طبعا لفترة خلال الستة أو سبع أشهر الماضية، وصلنا لأكثر من 17 مليار و4 من عشرة دولار، وطبعا ده شيء إيجابي بعد سداد مصر للكثير من مستحقاتها الخارجية وأيضا كمان لتلبية احتياجاتها الخارجية. بنشوف ان ثقة المستثمرين ده بترسخ وتعمق العلاقات ما بينها وما بين كثير من الدول وبالاخص الدول الاجنبية، زي ما ذكرت حضرتك في تقاريرك ان احنا شفنا ان كثير من القطاعات منها الانتاج والزراعة والصناعة ابتدت يضخ فيها اموال جديدة ومستحدثة، ده بيدل ان في نظرة مختلفة للاقتصاد المصري من المؤسسات الدولية والعالمية وحتى العربية، وبنشهد له طبعا بارتفاع في مؤشرات سوق الاوراق المالية، بنشوف ان في تحسن في سعر الصرف، شفنا ان في تغير في معدلات النمو والتغير في معدلات التضخم، اعتقد كل الامور دي تحت مجهر وتحت اعين المؤسسات الدولية ومنها المحلية زي مؤسسة بلتون، هي احدى المؤسسات الكبرى في مصر التي تقيس المؤشرات الاقتصادية بدقة وعناية فائقة لرفعها للمؤسسات العالمية. دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. سجلت مؤشرات البورصة المصرية مكاسب محدودة لدى أقفال تعاملات اليوم بدعم من مشتريات انتقائية من المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، وسط ترقب لإيضاح الرؤية بشأن هوية مرشح الرئاسة وإجراء الانتخابات الرئاسية نهاية الشهر المقبل. ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 نحو 14%، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنحو 52%، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة نحو 1.3 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 555.9 مليون جنيه.
أظهر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.6% خلال الفترة من ديسمبر 2013 إلى فبراير 2014 مقارنة بالفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2013. في أسواق النقد المحلي اليوم سجل سعر شراء الدولار الأمريكي نحو 7 جنيهات وبلغ الريال السعودي نحو 1.86 جنيه وذلك وفقا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري. قال الرئيس التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إن إمارة دبي تسعى لأن تكون الأولى في إدراك السوق الإسلامية على مستوى العالم وذلك في إطار مبادرتها للتحول إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي. وأكد أن حجم السوق المدرجة في بورصة دبي كان يتراوح بين 8 و9 مليار دولار وقت إطلاق مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي العام الماضي وارتفع حاليا إلى نحو 19 مليار دولار. نهاية أخبارنا الاقتصادية وعودة إلى ريهام وفوزي مرة أخرى لاستكمال أخبار البانوراما. تفضلي ريهام. ونواصل متابعتنا. قال الرئيس الأوكراني الانتقالي ألكسندر تورتشينوف في البرلمان إن هناك إمكانية لتنظيم استفتاء عن نظام البلاد بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 مايو المقبل. في غضون ذلك حث وزير الداخلية الأوكرانية سكان مدينة سلافينسك شرق البلاد إلى البقاء في منازلهم وذلك بعد انتهاء المهلة التي حددتها كييف لإخلاء المحتجين الموالين لروسيا المباني الحكومية في شرق البلاد. ذكر شهود عيان أن نحو 100 انفصالي على الأقل من الموالين لروسيا هاجموا مراكزا للشرطة في مدينة شرق أوكرانيا، كما أفادت أنباء عن وقوع إصابات خلال هجوم على المبنى الرئيس للشرطة في دونيتسك. وفي الوقت نفسه طالب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف واشنطن بتفسير لما ورد في وسائل الإعلام الروسية بشأن زيارة قام بها رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA جون برينان إلى كييف خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي. كما نفى لافروف وجود أي قوات موالية لروسيا في شرق أوكرانيا، كما شدد على حق المناطق الناطقة بالروسية في شرق أوكرانيا في المشاركة في صياغة الدستور الذي سيطرح في استفتاء تجري كييف بشأن الشكل الذي يجب أن تكون عليه أوكرانيا. كانت كل من روسيا والدول الغربية المساندة لأوكرانيا قد تبادلت الاتهامات بشأن تصعيد التوتر في شرق أوكرانيا خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي. بالتزامن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم اليوم في لوكسمبورغ فرض عقوبات جديدة على روسيا على خلفية الاضطرابات في شرق أوكرانيا. في الوقت ذاته حذر مسؤولون في بروكسل موسكو من استخدام صادراتها للغاز كأداة للضغط السياسي، وحذر مسؤولون غربيون من أن تستولي روسيا على شرق أوكرانيا بعد ضم شبه جزيرة القرم، واتهمت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الشمال الأطلسي روسيا بتأجيج الاضطرابات في المدن الناطقة بالروسية في شرق أوكرانيا. بدون ذلك تبادلت كل من روسيا والدول الغربية المساندة لأوكرانيا الاتهامات بشأن تصعيد التوتر في شرق أوكرانيا. جاء ذلك خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي دعت إليها روسيا على خلفية الحملة التي شنتها القوات الأوكرانية على الانفصاليين الموالين لروسيا الذين قاموا باحتلال بعض المباني الحكومية في شرق أوكرانيا. أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم معبري كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق قطاع غزة ومعبر بيت حنون المخصص لعبور الأفراد شمال القطاع بسبب الأعياد اليهودية. في غضون ذلك أوقفت سلطات الاحتلال برنامج زيارات أهالي أسرى قطاع غزة لأبنائهم في المعتقلات الإسرائيلية وذلك بسبب إغلاق معبر بيت حنون.
بدأ الصمت الانتخابي في الجزائر تمهيدا للانتخابات الرئاسية الخميس القادم، وسط توقعات بفوز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رغم مشاكله الصحية. وتشهد الانتخابات هذه المرة حالة غير مسبوقة من الجدل والمعارضة ودعوات للمقاطعة، وذلك بسبب رفض عدد من الأحزاب والشخصيات السياسية لترشح بوتفليقة لفترة رئاسية رابعة. نشرتنا متواصلة مع حضراتكم وفيها بعد الفاصل: أغلب دور السينما في طرابلس اللبنانية تغلق أبوابها بسبب الصراع الطائفي بالمدينة.